بالنسبة لصلاة الوتر، انت بتقولي كنت بتقري بصور معينة فقعدوا يقولوا لك انه الصلاة بغير او القراءة بغير صور معينة تبطل الصلاة. هذا كلام مش مظبوط، لانه هي السنة، السنة القراءة بالإخلاص بعد الفتح. طيب لو أرى المصلي اللي بيصلي الوتر ده بغير ذلك، بغير سورة الإخلاص، أو صلى مثلا في الوتر بالفاتحة فقط، صلاته مجزئة؟ أيوة مجزئة، والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. فبما شئت، لما بتبع السنة، شيء وارد عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصنعه في صلاة الوتر أو في غيرها، فأنا باخد إن أنا بأدي الشيء اللي هي سنة الوتر، وباخد عليها ثواب سنة تانية اللي هي ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنا حتى قرأت الفاتحة فقط فتجزئني هذه الصلاة بإذن الله تعالى.